السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الله يرضى عنك. الله يبارك فيك، تفضل. كان في مسألة في فودافون كاش، أنا كنت أسأل عنها في حالة معينة. أنا دلوقتي فاتح محل، فمثلا الزبون مثلا فاتورته بتبقى عاملة مبلغ معين، فالفاتورة دي بيحولها لنا على فودافون كاش، مثلا هو بعت 2000 جنيه بعت 2020، وأنا بروح أسحب المبلغ ده عادي؟ لا بأس، لأن ال 20 أجرة الإرسال. نعم، حتى بعض الأحيان أنا ببقى مسامع وساعات ما باخدهاش برضه، يعني ده برضه بقى ال 20 أجرة الإرسال لا إشكال. نعم، حتى لو ما خدتهاش منه دي حاجة مني من الزبون. الأمر يعني واسع. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. الحمد لله، الله يسلمك. الله إليك يا رب. شيخنا من فضلك، أنا أعمل في العطور وتركيبها، يعني هاتي بزيوت وكحول وأركب. فمؤخرا علمت أن نوع الكحول يدخل في الأدوية الذي يستخدم عندي، يدخل في الأدوية وفي المطهرات وأحيانا في الأكل، وهو مادة رئيسية فعليا كذلك في صناعة المشروبات الروحية. فهل يكون هذا يعني ينطبق عليه خمر ويعني من اشتراه؟ أولا كلمة المشروبات الروحية غلط وباطل. كيف تسمي الخمر المسكرة مشروب روحي يحيي الروح؟ كيف ذلك؟ كلام باطل، استغفر الله منه. ثانيا، هل هذه العطور الكحولية التي بين يديك إذا شربت تسكر أو أنها تسمم؟ إذا كانت تسكر هي خمر، إذا كانت تسمم خرجت من مسمى الخمر لاسم آخر، ونحن ما أمرنا بالتحليل ولا بمتابعة النسب المئوية في الأشياء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، أحرام هو؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا قال: أو مسكر هو؟ فأجابوه فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. فالعبرة بالإسكار من عدمه، وبالله التوفيق. بارك الله فيك يا أمي ياسمين وملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، صحة حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، حديث ضعيف الإسناد. شكرا. الله يبارك فيكم. مرحبا بك يا طه أبا أسامة، شكر الله لك يا شاكر ابن محمد ابن يحيى. السلام عليكم أبو عبد الله. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لست بأفندم يا أخي. معلش يا فضل الشيخ. تفضل. الحمد لله على سلامتك. بس على الله يسلمك. الحمد لله. تفضل. جزاك الله خير. وياك. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. ما يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل. سائل أنعم الله عليه بنعمة صيام أن يصوم يوم ويفطر يوم. أيوة. نسأل الله له الثبات. يسأل عن يوافق يوم فطره
يوم التاسع غد، هل يصوم أو أم يفطر؟ لا يصوم أفضل. جزاكم الله خير. وياكم. بارك الله فيك يا شيخ إيهاب بن عقل ولك بمثل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل تفضل الله يبارك فيك. عندي سؤال يا شيخ مصطفى لو سمحت. تفضل. الإنسان اللي بيصاب بالسحر هل يحاسب على تقصيره في أداء العبادات؟ والله إذا ربنا أعلم بحاله، وربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب العاقل كالمجنون. بارك الله فيك. هل اللي يصاب بالسحر هيتعامل يعني على انه امره الى الله؟ خلاص لا تطول في المساله، الله اعلم به مني ومنك. ماشي. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا الحبيب معك ابنك هشام من الاقصر. تفضل يا هشام. أنا حضرتك كنت جاي زيارة لحضرتك، وبعد ما وصلت قالوا لي المواعيد يوم الثلاث، فرجعت تاني والله. فأنا كنت عايز من حضرتك، أنا هنا على الأقصر على صغر عظيم من صغر المسلمين، فكنت عايز من حضرتك يعني تحط لي منهج في طلب العلم، غير إني أنا لي شغلي وكده يعني. تكلمنا على الهاتف الخاص، تكلمنا على الهاتف الخاص، أو تأتينا زيارة نعينك ببعض الكتب إن شاء الله. وياك يا حبيب الله يسلمك، نفع الله بك يا فتح ابن عثمان. السلام عليكم. السلام. نعم يا أخي الكريم تفضل. أحبك الله فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله السؤالان جزاك الله خيرا. وياك تفضل سؤالك. السؤال الأول نود أن نعرف أركان الصلاة باختصار جزاك الله خيرا. محله بأبواب الفقه الآن، وقت يضيق بذكر الأركان والواجبات والسنن، محاضرة مستقلة إن شاء الله. جزاك الله خير. السؤال الثاني، هل قيام العاشر من عاشوراء هل هو سنة؟ نعم العاشر هو السنة، ما صام النبي التاسع أبدا، لكن في آخر حياته قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات ولم يصم، والذي صامه وكان أمر بصيامه هو العاشر. أحبك في الله فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك يا سيد البعلي، بارك الله فيك يا معشا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل سؤال، لو السفر لمدة سفر واحدة يعني النساء لوحدهم مدة قصيرة ساعتين كده يعني. أيوة. هل في مشكلة؟ نعم تاني مرة ثانية. سفر المرأة لوحدها لو هي صعب دلوقتي أخوها. سفر المرأة وحدها ماله لو إيه؟ سفر المرأة لوحدها. أيوة. هل هو جائز للضرورة ومع الرفقة الآمنة؟ للضرورة ومع الرفقة الآمنة. بارك الله فيك. مفيش رفقة معها، هي لوحدها سفرا بلد لبلد. ضرورة يعني ولا ماشية في الطريق وحدها؟ لا لا ضرورة، طيارة يعني طريق آمن. طيارة خلاص، ما قلت لك الطيارة رفقة آمنة. الطيارة رفقة آمنة. تمام. طيب ممكن انا عايز رقم حضرتك الخاص اسالك في فتوى 0-5-3-3-3-8-3. طيب. السلام عليكم. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، احبك الله الذي احبتنا فيه يا اخ محمد نصار، شكر الله لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك يا شيخ. اهلا بك ومرحبا وسهلا. حضرتك انا شاب كنت اتصبت من 4 سنين بمرض في الحوض. مرض في الحوض؟ ان هو بيجي عند القضيب كده بيخرج نقطه تبول. لا عفوا، انت كنت مريض بمرض في ايه؟ اصبت بمرض ايه؟ يعني مرض في الحوض، يعني عندي في عضلات الحوض. طيب وبعدين المرض ده ما اعراضه؟ اعراضه بيخرج كده مثلا نقطه في راس القضيب. نقطه بول. يعني بصوره مستديمه يعني على طول؟ ممكن تحصل في اليوم من 3 مرات مثلا. ممكن لا 3 مرات لا تكون سلسا، عليك ان تغسلها وتتوضا. حتى لو لمست الشرط الداخلي؟ انا بقول لك تغسلها وتتوضا، تغسل مكان النجاسه. بس في اوقات حضرتك ممكن تلمس الشرط انا ما بشوفهاش. خلاص ما بشوفهاش، لا تبني على الذي لا تراه. ولو شفتها لو لقيتها تغسلها. تغسلها. السلام عليكم.
جزاك الله خير يا دينا بنت مجدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حضرتك. يا رب. حضرتك، أنا والدي متوفي بقاله 6 شهور. الله يرحمه. لما أوصل يطلع من التركة عندنا هنا دار تحفظ قرآن أي مع الجهود الذاتية، يعني عبارة عن حلقات تحفظ لي مشايخ، والحلقة مثلا فيها 50 طفلة وكده، بس طبعا ما بياخدوش منهم فلوس مبلغ. فكان ايه اللي اطلع من يعني اتبرع لها باي حاجه؟ لا يعني والدك اوصى بشيء لمدارس تحفيظ القران، بس ما قالش المبلغ كام. يعني خلاص لا يتجاوز هذا ثلث التركه. لا يتجاوز ثلث التركه. اي نعم، شكرا، جزاكم الله خير يا ام فهم يا ويضه، بارك الله فيك يا احمد الشريف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. شيخنا كنت اريد ان اسال عن صيام تسعاء وصيام عاشوراء، ما الصواب فيه؟ صم معلش، وما صحه قول ابن القيم ان نصوم التاسع والتاسع والاحادي عشر ولا نصوم العاشوراء المخالفه لليهود؟ لا نصوم عاشوراء؟ نعم نصوم. كلام غلط، اظن نقلك غلط. لا لا، عاشوراء هي التي تصام، هي التي صامها النبي وامر بصيام وحث على صيامها وبين الاجر فيها عليه الصلاه والسلام. عاشوراء هي التي قال فيها الرسول عليه الصلاه والسلام احتسب على الله ان يكفر السنه الماضيه، وهي التي صامها الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكنه قال ان عشت الى قبل لاصومن التاسع، فمات ولم يصم التاسع. اما الحادي عشر فالحديث فيه ضعيف جدا لا يثبت. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهر، يا احمد طه وفقك الله. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. حضرتك يا شيخنا، أنا لما عرفت إن صور ذوات الأرواح لا تجوز على اللبس، الحمد لله ما بقتش بشتري لأولادي. طيب. أنا دلوقتي عندي أطفال في ابتدائي عايزين شنط المدرسة اللي عليها سبايدر مان والعرايس والحاجات دي. دي حاجات ممتهنة أشتريها ولا ما أشتريهاش برضه؟ يعني واضحة إنها ذوات أرواح ولا هي زي الكرتون؟ هو كرتون بس البني ادمين. يعني اذا التقيتيها افضل لك واحسن. هي الولاد بس مش فاهمين الكلام ده. والله علميهم يا اختي، انت ام مسؤوله عن رعيتك. شكرا. شكرا، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. نعم يا حبيبي. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ، أنا الرجاء بس يعني أن تساعد صدرك لي، لأن هذه مسألة يعني كهي يعني مصدر رزقي، وأنا أريد بس أن أسأل سؤالا. إذا نحن لا نريد أن نوسوس، أيضا مصدر رزقك أو ليست مصدر رزقك لا نريد أن نوسوس. شيخ، أنت سألتني عن العطور الكحولية، قلت لك هي إذا شربت تسمم لا تسكر، إذا خرجت من مسمى الخمر. أنا أسأل شيخنا أنها قبل أن تخلط بالزيت. أنا يا أخي ما لنا النهاية، هذا العطر الكحولي الذي أمامك هذا إذا شرب يسكر أو يسمم، إذا كان يسكر أصبح خمرا، إذا كان يسمم أصبح سما لا تنسحب عليه أحكام الخمر. طب أنا كيف أعرف يا شيخ؟ مفهوم كلام الجميع، لا تستطيع أنت أن تشربه أو أن تشربه، أنت لا تستطيع أن تشرب عطر كحولي. صح. تمرض. هو لا أستطيع شربه. ولو شربته تسمم لا تسكر. طيب قبل أن يخلط بالزيت، وهو كحول صرف، وهو كحول صرف. يا أخي عموما الآن أنت تسأل عن هذا العطر الذي أمامك الآن الذي تبيعه. شيخنا ليس بعطر، أنا أسأل عن الكحول فقط. لا والله يسأل نفس الكلام على الكحول، إن كان يسكر خمر لا يسكر ليس بخمر. طب أشربه وجرب؟ وأنا هقول لك موت نفسك عشان تقول أجرب، الدعاوى العامة يعني المعلومات العامة للناس هي التي تفيدك. أقول انتحر عشان تجرب؟ لا أحد الحقيقة يا شيخنا، لا أحد يعلم الحقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك سيدنا. طيب ولله الحمد والشكر.
يعني انا عندي حاجة بس انا مش قصدي طبعا ان هي مجاهرة بالمعصية وكده. استر على نفسك ولا تتكلم امام الناس. تحب تكلمنا على الهاتف الخاص يكون امثل. طيب في رقم خاص. صفر نعم 0153333383. طب هو موجود على الصفحة؟ ممكن نعم موجود. طيب هو برضو عشان ممكن تكون لأي حد لو حد في نفس الموقف. انت حر في نفسك تفضل. ماشي. بالنسبة يعني انا طالب خلصت ثالثة سنة وكده، فانا للأسف يعني على مدار مسيرتي التعليمية فكنت بغش طبعا في الامتحانات وكده، فانا دلوقتي سمعت ان فيما بعد ان الوظيفة مثلا الفلوس يبقى مشكوك فيها يعني. خلاص معلش الان هل انت الان اشتغلت توظفت ولا ما توظفت؟ لا انا لسه ما خلاص. اذا اشتغلت عمل تكون تتقنه واستغفر الله عما مضى، لا تتقنه لا تعمله اختصارا. بارك الله فيك يا جبي يا جاذبي يا سادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ الكريم، كيفك؟ طيب والحمد لله. أدام الله عليك الصحة والعافية يا رب. يا رب آمين وعليك على السمعين والسماء. اللهم آمين اللهم آمين. في سؤال بس يا شيخنا كده بعد إذن حضرتك. اسأل يا حبيبي. بقالي 3 أشهر شغال في عمل، فبيجي لي زيادة في المرتب بقالي 3 أشهر. الزيادة دي أنا ما اشتغلتش بيها، يعني هي عمل إضافي وأنا ما اشتغلتوش. تصدق بمثل ماشي. قطاع عام ولا قطاع خاص؟ قطاع خاص. كلم صاحب العمل. طب هو ما فيش إمكانية إن أكلم صاحب العمل لأنه ممكن يعمل مشكلة لزمايلنا اللي شغالين مثلا في مرتبات. كلم المدير المباشر. طب أنا شغال في الخزنة يا شيخنا، ممكن أحطهم في الخزنة ثاني؟ أرجعهم في الخزنة ثاني؟ ما